وعليكم السلام. كيف الحال شيخ؟ يا هلا بك، اهلا ومرحبا. نعم، سني من ابن عائشة. سني من، يا هلا بك. يلا، تعرف الموضوع؟ الموضوع حول صيام يوم عاشوراء عند أهل السنة. نعم، اي نعم. الإشكال الذي طرحته هو فضيلتك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى باليهود عند صومه ليوم عاشوراء، صحيح الكلام؟ اي نعم. رواية في صحيح مسلم تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن اليهود يصومون في ذلك، لم يكن يعلم سبب صيامهم لذلك. نعم صحيح الكلام؟ نعم بالتالي هو كيف يقتدي بهم دون أن يعلم؟ هذا أولاً. سألهم سألهم، نعم، الرواية تقول أنهم سألهم فقالوا أن نحن هذا يوم النجاة بني إسرائيل من فرعون، فصامه موسى. اي، فانتهش هذا رد موضوعك الاول، انتهى، سقط بكلمه واحده اسمها فسألهم. نعم، فسألهم. نعم، استغفر الله. ممكن أقرأ رواية حتى لا. تقرأ على ماذا؟ انتهى الموضوع. انت سألتني كيف علم الرسول انه لليهود وهو لم يكن يعلم، أجبتك فسألهم، بعد ما يحتاج تعيد تقرأ الرواية، ادخل في موضوع ثاني، ما هو دفاعك لا الثاني؟ لا لا، الموضوع الإشكال هو اقتداء النبي باليهود. اي، ادخل في الدفاع الثاني، الآن دفاعك الأول رديته بكلمة، ما هو دفاعك الثاني؟ الدفاع الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى من اليهود. نعم، لأنه أخذ عنهم هذا وسمع. أولا، من فضلك أخي كريم، يلا كمل. هذا أولا. ثانيا، أنه في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسند أحمد، قال خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. أها، صحيح. نعم، ليست، يلا مو مشكلة، فيها بالتالي هو ضرب اسم، يخالف اليهود لا يتبعهم. مو مشكلة. هو قال خالفوا اليهود، نعم، ولكنه أخذ عن من الصوم؟ نعم، أخذها، هو لم يأخذها يعني عن اليهود، هو أخذها عن اليهود المنا عندنا. شوف أخي الكريم، نعم هو نعم عندنا يهود من هذه الجهة وعندنا يهود من هذه الجهة، جيد؟ هو لم أفهم. المشاهدين يفهمون، هو لم يأخذ عن اليهود، هو أخذه عن اليهود. واضح أخي الكريم؟ بارك الله بك، أحسنت لك. أي نعم، صحيح. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله. لم أفهم، ما تقصد باليهود؟ هو نبيك أخذ عن اليهود، هي واضح، هو أخذ عن اليهود، ما في شيء يعني. فأنت تقول لي لم يأخذ عن اليهود، عن اليهود، عن من أخذ؟ هو عن اليهود، عن اليهود. هو قال خالف اليهود، قال خالف، هو قال خالف اليهود وأخذ عن اليهود. يوما قبله ويوما بعده. هو قال خالف اليهود وأخذ عن اليهود. شيخ، فضيلة الشيخ، جنابك أنا لم أفهم كيف أخذ عنهم. هو لم أفهم. هذه حلوة، لم أفهم، هذه طريقة للهروب جديدة سنة 2029، بعدنا ما داخلين بها، جديد. أنا لم أفهم، أنا أيضا لم أفهم. هو أنت انحصرت، يا لم تفهم، انحصرت، أنت انحصرت ومو عارف إيش تسوي. نحن أهل السنة، نحن أهل السنة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. وبما أن هذه الرواية وردت عندنا بسند صحيح، يعني أعلى درجة الصحة، فلا يمكن أن نخالفها. الله عز وجل، الآن جاوبني قبل ما تخطب، جاوبني. نبيك قال خالف اليهود وأخذ عن اليهود، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها عن اليهود، علم سببا لصيامهم أنه فرحا بنجاة بني إسرائيل. النبي لم يأخذها عن، نحن أولى بموسى منهم. بدينا بالكذب. النبي لم يأخذها عن اليهود، عن من أخذها؟ عن جبريل؟ أنت تقصد، عندما تقصد أنه أخذها عن اليهود، لم يأخذها عن الوحي. أنت الآن اسمعني نعم،
حتى النقاش يكون علمي خالي من السب، صح لو أنا غلطان؟ نعم نعم نعم، النقاش علمي جيد. أنت الآن قلت النبي لم يأخذ عن اليهود، أنا قبلت، ولكن سؤال، هل نبيك أخذ صوم عاشوراء وعلمه عن جبريل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن أبي بكر، عن اليهود؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه السنة أو هذا الفعل، أخذه حبا في موسى، ليس يعني حبا في اليهود أو حبا في موسى. عن من؟ كيف عن من؟ يعني تقصد أنها وحي؟ أنطيتك خيارات خمسة، أنا لا أعلم كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تقول جبريل يعني مثلا، لا أعلم كيف ينزل الوحي. شوف واحد يعني واحد جوج يسوي راسه غبي، إيه والله العظيم واحد جوج يسوي والله راسه غبي، والله صدق والله واحد جوج يسوي نفسه غبي والله العظيم، يغبون نفسهم والله والله اخواني والله والله، يغبي نفسه يغبي نفسه، يسوي نفسه حمار ابن حمار الاحمري الاحمري، يغبي نفسه ليش؟ انحصر. قلت ان الحوار علمي يا علمي يا بطيخ، دي بروح لو تتوي العلم مالتكم. نبيك عن من اخذ صيام عاشوراء وعلمه وعرفه؟ عن جبريل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن عائشة، أم عن اليهود؟ عن جبريل. عن جبريل نزلت علي أمك أمك الكريمة. ممكن أرد ممكن أرد يا شيخ. وين وين عن جبريل هذا؟ وين الرواية؟ اقرأ لي إياها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما... توقف 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 نعم توقف، كل الروايات تقول نبيك أخذ الـ هذا الـ الصيام عن اليهود، علمه وعرفه من اليهود. أنت الآن كذبت كذبة، كل شيء راح يفشرون عليك بالتعليقات، يغلطون، سب سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه والسنة. وين الرواية التي تقول عن النبي؟ وين؟ عن جبريل وين هذه الرواية؟ أين؟ الوحي ينزل عن طريق جبريل معروفة. استغفر الله والله اقرا لي الروايه التي تقول ان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صم عاشوراء. وانا احييك يعني اين هذه الروايه؟ روايه ماذا؟ روايه ان النبي، روايه ان جبريل نزل على نبيك وقال له صم عاشوراء فانه اليوم الذي نجى فيه الله موسى. لا توجد، لا توجد رواية، لا توجد رواية. شوف اي والله سلام وقال اخي كريم لا توجد يعني اخي كريم. لا اريد ان ادلس اخي كريم، لا اريد ان ادلس. نعم كريم تعرف تعرف عيشة قنديشة؟ نعم تعرف عيشة قنديشة؟ عيسى من؟ عيشة عيشة قنديشة. لا أعرفه، لا 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 أعرف. ما تعرف عيشة؟ تعرف عيشة القحيبة؟ لا أعرفه، من هؤلاء؟ عيشة القحيبة بنت أبو بكر عائشة. يا فضيلة الشيخ قلت بدون سب، ويعني هذا ليس موضوعنا. والله لا فهذا مثل مثل، أي والله العظيم. فأنا حينما أسألك عن رواية أنت تقولها كذب ما موجودة، إذا ما عندك دليل قل عن عيشة القحيبة. شكرا لك. قل عن عيشة القحيبة، عيب أمام المشاهدين تكذب بكل وقاحة، تذكر رواية ما لها أصل ما لها وجود. لا وشنو تدخل بعيني تقول نعم ما موجودة، يعني نعم ما موجودة، إحنا هذا ديننا السنة وهذا المصحف وكل إحنا كذب بكذب. يعني لا ده يعني أنا ما أعرف أنا أخجل ولا أنت تخجل، ما مفتهم، صارت الدنيا بالعكس. يذكر يقول عن جبريل، وين الرواية؟ يقول ماكو رواية. طيب شلون تكذب؟ طيب قول على الأقل عن عيشة القحيبة يا صاحبي، عيشة القحيبة يا صاحبي والله العظيم.